تحياتنا لكل المشاهدين. صار في خلل فكرت مش على الهواء. على كل حال احنا بعدنا معاكم بهذه الحلقة الخاصة اللي لها علاقة بعيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم جميعا بألف خير. اليوم بسرنا انه تكون معنا دكتورة منال صمادي، وهي استشارة تربوية وأيضا أسرية، لتحكي لنا عن الطعم الخاص للعيد، وأيضا يعني محاولتنا لكي دائما تكون هناك يعني تواصل ما بين الأسر، ويكون في دائما في يعني حياة اجتماعية صحيحة وسليمة بالعيد، لأنه العيد هي مناسبة حقيقية ومهمة جدا لكي نتواصل مع بعضنا البعض، لكي يصبح هناك دائما ألفة اجتماعية. فاليوم رح نحكي عن هذا الموضوع. دكتورة منال صمادي، صباح الخير وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، وكل عام والجميع بألف خير ان شاء الله بهالايام الفضيله المباركه. يا رب يا رب، ان شاء الله يا رب يكون هالاعياد كلها تنعاد على الجميع بالفرح والسعاده. امين يا رب. وعليك يا دكتوره منال حبيبتي. يعني احنا بنحكي عن اذا ايام خاصه، نعم، بنحاول انه نتواصل مع بعضنا البعض فيها، صح، وبدون تحفظات. يعني انا بقول العيد هي فرصه، خلص يعني أكيد. نتسامح اكثر، نتقارب اكثر، أكيد. نحب بعض اكثر. اكيد قد ايه مهم العيد ليزيد من تواصلنا الاجتماعي والأسري دكتورة منال؟ نعم. رأيك؟ بداية مرة أخرى كل عام وأنتم بخير والجميع بألف خير إن شاء الله. العيد مهم جدا حقيقة، يعني سبحان الله لما ربنا فرض العيد معنى ذلك هو فرحة، يعني هو فرحة لربنا سبحانه وتعالى لتقبل الطاعات والقيام بمثل هذه الطاعات. فمثل هذه الفرحة تنعكس أصلا على الأسر وعلى الأطفال وعلى الجميع. فالعيد مهم جدا لكونه هو بيؤدي إلى ما يسمى بتقوية الروابط الأسرية، تقوية الروابط الاجتماعية. العيد عبارة عن تراحم، عبارة عن تقوية الصلات إلى آخره من الأمور. فلذلك العيد مهم جدا للأفراد من أجل التسامح، من أجل التراحم، من أجل التقارب فيما بينهم البعض. وأيضا يمكن كثير من علماء النفس، يمكن لو بدنا نحكي من ناحية نفسية، كثير من علماء النفس حثوا على ما يسمى بالتقارب الاجتماعي. يعني لا، يعني الناحية الاجتماعية لدى الناس مهمة جدا نفسيا طبعا. يعني يستطيع الإنسان أن يخرج كثير من مشكلاته أو يخرج يعني بصحة نفسية أفضل عندما يتقارب مع الآخرين من الناحية الاجتماعية. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه. أكيد الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لذا هو لا يستطيع أن يعيش لوحده وإنما مع الآخرين. فلذلك هو العيد من أجل أن ننسى المشاكل، ننسى الأحقاد، ننسى الخصام إلى آخره من الأمور، لكي نجدد العلاقة، لكي نتقارب من بعض.